عندك شك يا شيخ، لازم تقول دقيقة بالله اقول شو عندك ما تردني. شوف يا شيخ انا طالبك طالب يا شيخ. انت يا شيخ اسمعني، خلني بطلب الشيخ، خلني بطلب الشيخ، تبي تطلب كله انا طالبك يا شيخ. نسبكم على سنة الله ورسوله، لا تردني، نسابكم على سنة الله ورسوله. ولا زوجك مني الله يرحم والديك. لا ما بك تزوج، تزوج من نسابكم. ابي حلالي من جديد. والله على سنة الله ورسوله. احنا طال عمرك بقول لك شوف، احنا ما نزوج مهابيل ومخابيل. عشان استتاب العلم والله ما مبول الا انت، والشرف ما بعينك على من يطلب مني. اخر ملاحظه بس قبل يا عيال يا عيال خربها وجه الشيخ. اي شيخ اي شيخ تعال والشيخ مسوي شيخ انت وجهك. لا 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 مسوي شيخ. من المبول؟ من المبول؟ لحظه من المبول؟ سوي شيخ على من؟ سوي شيخ على من؟ يا ولد يا عبد الرحمن تعال تعال سوي شيخ على من؟ مبول انت، انت المبول يا اخي محمد، انت المبول يا شيخ. تعال تعال شيخ ذكرت لو قالك لما من فايدة. قال ايش قال الشيخ؟ قال الشيخ لو سمحت. قال الشيخ لو سمحت. طير مهبل انت، المهبول انت يا شيخ. هذا يطير في العالية يا طير في العالية. قال لو سمحت. لو سمحت لو سمحت. الله يسلمك. كفو خليك. الشيخ شايف النفس علينا. يا عبد الرحمن انت بعقال. لو سمحت لو سمحت. عبد الرحمن لا يغضب عليك. بعطيه بعطيه بعطيه. كمل الدور معي. كمل الدور. شوف شوف. والله ما فيك خير انك مهبول. تدري ان العقال. انك مهبول. تدري ان العقال. والله مهبول ما عندك سالفة. على بيته. قال ايش قال الشيخ؟ شيخ ايش؟ شيخ ما تعرف حتى تدري انا اللي قال اللي خذيته هذا اخذ من اللي في راسك. طب يا شيخ اوريك تدري عبد المجيد اوريك الاخبار تصور يا شيخ. تفضل تفضل وريني الاخبار. دقيقه دقيقه خلنا نطرح ونخربها مع مسوي شيخه عليش. لا دقيقه دقيقه يا عيال انتوا تهينوا شيخنا حرام عليك. تعال تعال تفضل يا شيخنا اوريك الاعمال. يا شيخ انت وقالك انتظر بس. انا وش القصيده ذي؟ يا شيخ عطنا من حليب الطيور ولا تقلع من الديره. سوي عقالك يا شيخ يا شيخ.